السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات، تحياتي لكم أينما كنتم. اليوم لم عزيز مع أيوب الجوكر، أنتم الخوت كاين هاد العودة هادي وجدعة أخرى. جدعة معطية فيها 6000 درهم والبرقية محروقة 8000 درهم والعودة معطية فيها اللي ضرة 3000 درهم. مهم الإخوان، هو كل شيء قدامكم، كل شيء كان عند أيوب المعزيز. وتحياتي لكم الإخوان، وكان واحد العود هو غادي يبان معكم من بعد هذاك الثمن ديالو، تعطات فيه 8000 درهم حتى هو 160000 ريال. نعاودوا معكم الاثمنه، كاينه جدعه برقيه محروقه وكاينه جدعه اخرى وعوده. البرقيه محروقه 6000 درهم وجدعه 8000 والاخرى معطيه فيها 8000 درهم. وبلاتي واقيلا البرقيه محروقه هي مولا، المهم تتواصلوا معاه. هادشي كيدوخ الخوت، تعيطوا ليه في التليفون باش يكون داكشي مضبوط. والعوده اللي ضاره معطيه فيها 3000 درهم الاخوان. وخليكم مع الفيديو حتى يكمل على خاطره، ولا الا خديتوا المعلومات تواصلوا هزوا النمره، واول حاجه ديروها سيروا عيطوا وما تكملوش الفيديو. المهم اللي يعجبكم الاخوان، اللي بغى يتعامل راكم عارفين، اللي ما بغاش يهز النمره ويمشي يعيط يلا الخوت. ونتسناو في الانتظار ديالي بان العود الاخر. الله يرحمنا بالشتا، تبارك الله طاحت الشتا عندنا هنايا الحمد لله، والله يزين العام. هانتوما كتشوفوا كلشي قدامكم الاخوان مع ايوب الجوكر، هو كلشي قدامكم. المهم نشوف فاش غيبان داك العود الاخر، فوقاش غيبان الا مازال ما بانش. نشوفوا هنا هذه البرقيه محروقه، هذه دابا الخلاف ديال الثمن، ما بقيتش عاقل واش 8000 درهم تعطات ولا 6000 درهم. المهم فاش توصلوا بايوب راه غادي يقول لكم الاخوان، باش تكون مصداقيه بيناتنا. كاين اللي غادي يقول ايوا انت قلتي هضره وعاودتي كلام. ها هو العود الاخوان، 8000 درهم هذا تعطات فيه 160000 ريال. المهم النمره قدامكم، وتواصلوا بالسي ايوب، الله ييسر لكل واحد. يلا الاخوان خليكم مع الفيديو. Thank you.
Thank you.